أوراق المعرفة، ورقة بورقة تنمو المعرفة. رداد عين. وكناية الأسماء أغلى، ودمعات العين أنقى، أوراق تتمايل على ريح هادئة، وأصوات تعلو في وسط صمت روحاني يبحث عن الهدوء. نظرت للمرآة كي أرى بنظرة مختلفة، فلم أرى إلا جوارح تتحرك وفاها قيدته خيوط لمس. تلك الذكريات التي نسيتها تتساقط كرذاذ كلما رفعت بصري إلى السماء، فقد اختفت. عندما فتحت قلبي لأتحدث، ولمن من سائم الريح التي تهب حاملة مشاعري كي تنثرها كرذاذ فوق حبات الرمال؟ شغف مفقود ودمعات زائلة بين لمعان النجوم. سأنظر في الأفق من جديد كي أنتظر سقوط الشهب، لعلي أرى. وماذا سأرى؟ أجنحة ملائكية تحمل من الترى وتغطيني على الخطايا السبع، فترميني في نهر الأمل كي أسبح بعيدا عن آدميتي. وإلى أين؟ حيث توجد الحريات واللآلئ فوق الصخور الناعمة، حيث يختفي زيف العيون ويتلاشى نفاق القلوب.